يسود البلاد اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم يشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة. وحذرت هيئة الأرصاد من ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط من 1.5 متر إلى 2.5 متر. مزيد من المتابعة والتفاصيل حول أحوال الطقس تنضم إلينا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. بعد التحية دكتورة منار، يعني نشهد تحسن نسبي في حالة الطقس ودرجات الحرارة منذ الأمس، ماذا عن طقس اليوم والغد على مختلف محافظات الجمهورية؟ اهلا بك يا استاذه دينا، واهلا بكل الساده المشاهدين. بالفعل في تحسن في الاحوال الجويه في كافه محافظات الجمهوريه، انخفاض في درجات الحراره، تعتبر درجات الحراره حول المعدلات او كمان اقل من المعدلات الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام، بسبب تاثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وايضا كتل هوائيه معظمها قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع امتداد مرتفع جوي على سطح الارض، مرتفع العروض الوسطى. العوامل دي بتؤدي ليه تحسن وانخفاض في درجات الحرارة عظمى على القاهرة الكبرى اليوم في ظل 33 درجة مئوية، السواحل الشمالية 30 درجة مئوية، حتى محافظات شمال الصعيد هتكون 36 درجة مئوية. كافة المحافظات بتشهد انخفاض في درجات الحرارة فترة النهار وأيضا فترات الليل. فترات النهار بيكون فيها أجواء حارة رطبة لأن لسه في نسب رطوبة في الجو بتخلينا نحس إن الأجواء حارة رطبة فترة النهار في معظم المحافظات وخاصة المحافظات الشمالية، شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية. مع فترات الليل وغياب أشعة الشمس بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بنحس بيه كمان أكثر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، أجواء معتدلة تماما في معظم أنحاء الجمهورية مع نسمات هواء لطيفة مع وجود نشاط للرياح سرعته ما بين 30-35 كيلو متر على الساعة. نشاط رياح بيساعد بشكل كبير على عدم إحساسنا بنسب الرطوبة، وكمان بيخلينا نحس بانخفاض درجات الحرارة فترات المساء وساعات الليل. اليوم نشاط رياح قد يكون مثير لبعض الرمال والأتربة في أقصى جنوب البلاد عند أسوان وأبو سمبل، المناطق دي معرضة لبعض الأتربة والرمال المثارة. بالإضافة كمان ننوه على اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس. خليج السويس فيه سرعات رياح بتتجاوز 70 كيلو متر على الساعة، فده بدوره بيؤدي اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع أمواج ما بين 2.5 إلى 4 متر. ارتفاع أمواج أيضا على شواطئ البحر المتوسط وخاصة في العالمين والاسكندرية، بلطيم، دمياط، بورسعيد، ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 إلى 2.5 متر. المناطق دي لازم نحذر كل الساده المصطفين على الشاطئ، لازم نتوخى الحذر وعدم التعمق داخل البحر المتوسط. يمكن الاجواء اللي فيها تحسن في الاحوال الجويه متوقع ان شاء الله ان هي تكمل معانا على مدار الاسبوع المقبل، وهيكون متوسط درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى في ظل 34 درجه مئويه. مهم جدا بس ناخد بالنا من التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره بقدر الامكان، لو احنا موجودين في الشارع يكون معانا غطاء للراس، شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره. طيب دكتورة منار، يعني هل يعني ذلك أن الموجة الحارة التي استمرت على مدار أسابيع ماضية هل يمكن القول أنها انتهت، أم يعني ربما نشهد ارتفاع جديد خلال هذا الشهر لدرجات الحرارة؟ هي طبعا حصل لها انكسار وبدات درجات الحراره يعني ترجع للمعدلات او اقل من المعدلات، وتعتبر دي اجواء صيفيه معتدله، لكن وارد تكرار موجات ارتفاع في درجات الحراره ويكون فيها ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره بشكل كبير حتى انتهاء شهر 8، بس مدتها هتبقى مده قصيره، يعني المده بتاعتها هتبقى حوالي 2-3 يومين بالكثير يحصل فيهم ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، ومره اخرى درجات الحراره تعود للمعدلات، فوارد بالفعل تكرار ارتفاعات درجات الحراره خلال الايام المقبله حتى انتهاء شهر 8. بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.